إلى أكثر من 25,000 دينار ارتفع سعر الأمبير الذهبي في مناطق الخصخصة بعد شمولها بنظام القطع الذي يصل إلى أكثر من 12 ساعة في اليوم. مواطنون استغربوا من قفزة الأسعار بهذه الطريقة ويقولون أن أصحاب المولدات استغلوا الوضع وقاموا برفع الأسعار من دون مبرر. الشهر الجاي يصير 25، أخذوا ملايين من عندنا بالبداية على خصخصة، بعد الملايين سووا قامت تقطع الكهرباء. هذا الشهر راح كل شوي مطفية، رحت له قال للبيان 20 فدفعنا على 20، ساعات القطع كل ساعة وما تستمر حتى ساعة، يعني تقطع كل ربع ساعة كل نص ساعة، يعني كأنه مطفي كلايت على السريع. وزارة الكهرباء تقول إن كثرة التجاوزات على مناطق الخصخصة هي التي أدت إلى تدهور الخدمة هناك ودفعت بأصحاب المولدات إلى استغلال هذا الأمر. هناك متابعة لعملية التجاوز على الخطوط المستثنات، أيضا لا يوجد للوزارة مظلة على أي مقر أو أي موقع، وهناك عقوبات شديدة وجهت إلى عدد من مسؤولي القطاعات. وكانت مناطق الأعظمية وزيونة والقادسية واليرموك خالية من المولدات بعد تطبيق نظام الخصخصة، غير أن عودة الانقطاعات أعادت المولدات، فيما يقول أصحاب المولدات أن تكلفة إعادة نصب المولدات وتأسيسها وغياب الدعم هي التي أجبرتهم على هذه التسعيرة. من بغداد، عرب القحطان، الشرقية نيوز.